الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الأستاذ وليد الجلال. يعطيك العافية أستاذ وليد. يا هلا أخي عبيدة، صباح الخير. يا صباح الورد، وأهلا وسهلا فيك ببرنامج صوت الوطن أستاذ وليد. يا هلا يا سيدي، يا هلا. يعني احنا بداية بدنا نشكركم أستاذ وليد يعني على التواصل الدائم مع قناة الأردن اليوم وبرنامج صوت الوطن، وبدنا يعني نشيد بالجهود الكبيرة اللي بتبذلوها من أجل يعني إنجاح امتحان الشهادة الثانوية العام التوجيهي. بداية أستاذ وليد، يا ريت يعني نضع المواطنين في إيجاز عن أبرز استعداداتكم لامتحان التوجيهي. تفضل أستاذ وليد. شكرا لأخي عبيدة وبارك الله بك، وبالعكس احنا بنشكركم على تعاونكم الدائم مع وزارة التربية. اهلا وسهلا، يشرفنا هذا التعاون استاذي. يا سيدي انا بأكد انه الحمد لله وزارة التربية والتعليم انهت كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحان الثانوية العامة. نعم. والذي ان شاء الله يبدأ في 30 من الشهر الحالي وينتهي في 17 من شهر تموز المقبل. نعم. مع التأكيد أن الجلسة الأولى للامتحان في هذه الدورة ستبدأ الساعة 10 صباحا. نعم. فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة 12:30. نعم. للفروع المختلفة سواء كانت الأكاديمية أو المهنية. نعم. علما أنه عدد المشتركين في امتحان الثانوية العامة لهذه الدورة ما يقرب من يعني وصل إلى ما يقرب من 146,000 طالب وطالبة. نعم. موزعين على مختلف الفروع وأيضا المباحث. نعم. كان هناك عدة حقيقة لقاءات مع أخواننا في مدراء التربية والتعليم في الميدان. نعم. آخرها كان هناك لقاء ترأسه معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزوي محافظة. نعم. أكد خلاله على حرص الوزارة على جاهزية قاعات امتحان الثانوية العامة. نعم. وأهمية توفير كل ما يسهم في توفير البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة. نعم. وأيضا تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التغذية الراجعة التي اشتقتها الوزارة في الدورات الامتحانية السابقة. نعم. أنا بأكد أن الوزارة تثق بقدرة كوادرها في إدارة امتحان الثانوية العامة سواء في المركز والميدان، وأيضا نشكر الأجهزة الوطنية اللي بتساندنا في إنجاح مجريات امتحان الثانوية العامة على رأس هذه المؤسسات وزارة الداخلية. نعم. ممثلة بأذرعها الرئيسية الإخوان في قوات الدرك والأمن العام. نعم. والدفاع المدني، إخواننا في ديوان المحاسبة، وزملائي في وسائل الإعلام اللي نعم. دائما جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم لتوفير نعم. الإجراءات المتعلقة بهذا الامتحان. أستاذ وليد، أخي العزيز، نعم، أنا بأكد أنه لا تغيير على تعليمات امتحان الثانوية العامة للدورات السابقة. والوقت العشر دقائق أجدي؟ الوقت العشر دقائق اللي تم إضافته له. نعم. نعم. بالتأكيد ستستمر الوزارة بإضافة العشر دقائق على نعم. كل جلسة امتحانية أو مبحث لكي يستفيد منها أبنائنا الطلبة سواء في المراجعة أو إعادة قراءة الورقة في الامتحان لأكثر من مرة. نعم. أيضا أخي العزيز، سيتقدم أبنائنا الطلبة أو الوزارة خصصت ما يقرب من 474 قاعة امتحانية مدى مركز امتحاني سيتقدم لها الطلبة في مختلف مناطق المملكة. نعم. وزارة معالي وزير التربية والتعليم حقيقة أكد خلال اجتماع على أهمية إلى الطلبة أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة أهمية خاصة وذلك لتوفير كل المتطلبات اللازمة والمستلزمات والكوادر المؤهلة بما يتناسب مع طبيعة إعاقاتهم، علما أن هناك تعليمات واضحة بهذا الأمر ومعممة على الميدان التربوي. نعم. وكثير من أبنائنا الطلبة يعلم هذه التعليمات، وأيضا سيتم زيادة الوقت لهذه الفئة من أبنائنا الطلبة. نعم. الوقت المخصص لهذه الفئة من أبنائنا الطلبة. أنا بأكد أن هناك ثبات الحمد لله في تعليمات امتحان الثانوية العامة الحمد لله الدولة، مما يعطي زملائنا في الميدان مزيد من البساطة وسهولة في تنفيذ تعليمات امتحان الثانوية العامة. نعم. أيضا سيدي تم التأكيد على ضرورة تجهيز مراكز التصحيح بالمتطلبات اللازمة. لدينا 87 مركز تصحيح موزع على مختلف مناطق المملكة. نعم. تم التأكيد على توفير
مناسبة للزملاء المصححين. نعم. بما يضمن أنهم يعني يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، وأيضا تسير عملية التصحيح بكل يسر وسهولة. تعلم سيدي احنا الآن نعم. في مناطق حارة، يمكن فمن واجبنا أن نوفر التجهيزات اللازمة نعم لزملائنا المعلمين اللي بيمتد عملهم، الله يعطيهم العافية سلف إن شاء الله. نعم. بيمتد عملهم من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، وهذا الجهد يحتاج إلى شكر وتقدير، وأيضا من واجبنا أن نوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوموا بعملهم على أكمل نعم. وجه، علما أنه تم اتخاذ قرار بهذه الدورة أن لا يكون هناك دوام يوم الجمعة في مراكز التصحيح. نعم. تقديرا أيضا إعطاء الراحة المناسبة لزملائنا المعلمين في نعم. هذا الجانب. طبعا بأكد تم تكثيف المراقبين ولجان المراقبة والإشراف على الامتحان في كل مديريات التربية والتعليم. نعم. أيضا تم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، هذا ما كنت سأسأله، يعني غرفة العمليات والتجهيزات وآلية التعامل معها. نعم أستاذ وليد. شكرا أخي عبيدة. نعم. يعني فعلا تشكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في الوزارة، إضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات لمتابعة شير إجراءات امتحان الثانوية نعم. العامة. سيناط في غرفة العمليات متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة نعم. واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة، ملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي نعم. وضرورة إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها، سيتم تقديمه لمعالي وزير التربية يوميا، علما أن وزارة التربية والتعليم عممت أرقام الهواتف نعم. على الميدان التربوي وعلى صفحاتها على التواصل الاجتماعي بالتأكيد. وعلى موقع الوزارة الإلكتروني نعم. استطاعت أي من الأخوة المواطنين الرجوع إلى صفحاتنا أو الموقع الإلكتروني للوزارة الحصول على أرقام الهواتف للاستفادة من يعني أي ملاحظة أو تقديم أي ملاحظة لوزارة التربية والتعليم. وأنا بأكد أخي عميدة من خلالك نعم. أن وزارة التربية والتعليم أيضا وجهت عدد من النصائح والإرشادات لأبنائنا الطلبة نعم. ودعتهم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا الامتحان، مما نعم. يجنبهم الوقوع في مخالفات هم بغنى عنها صحيح. وتترتب على هذه المخالفات. ومن أبرز يمكن النصائح أو الإرشادات التي وجهتها الوزارة، دعت أبنائنا الطلبة بضرورة أكيد اصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية نعم يوميا إلى قاعة الامتحان. يعني أستاذ وليد حول هذا الموضوع، يعني دائما في البرامج السابقة في السنوات السابقة كان يردنا شكاوى أنه يعني بيمنعونا من الدخول بسبب عدم حمل البطاقة، فهذا تنويه مهم من الوزارة أنه جميع نعم يعني بالتأكيد يجب على الطالب أن نعم. يقوم يوميا بإحضار بطاقة الهوية، هذا ضروري التأكيد عليه نعم، هوية الأحوال المدنية نعم. ايضا على الطالب ان يحضر قبل الوقت المحدد، يعني احنا بنناشد الطلاب لا يحصل الى نعم. مراكز الامتحان قبل وقت الامتحان اللي هو السنه الساعه 10 صباحا. انا باكد بالتاكيد نعم. بترجاك ولو على الشريط انه تبدا الجلسه الاولى الساعه 10 صباحا، الجلسه الثانيه الساعه 12:30 ظهرا، هاي الان راح نثبتها على الشريط الاخباري للشاشه نعم. شكرا. على الطالب ان يحضر قبل هذا الوقت لتجنب نعم. اي ظرف لا قدر الله، ما بعرف الواحد شو بصير معه. بالتاكيد ضروره عدم اصطحاب اي من اجهزه الهواتف الخلويه او الساعات الالكترونيه والاقلام بانواعها الى قاعات الامتحان، والتاكيد على ترك كل ما يتعلق بالامتحان كالقصاصات والملصقات وغيرها غيرها خارج قاعات الامتحان. انا بدعو ابنائي الطلبه يعني ضروره زياره قاعات الامتحان او مراكز نعم. الامتحان قبل بيوم لحتى انهم يتمكنوا نعم في مدارس بين المديريات، يعني مكان قاعه الامتحان صح وموقعها يا سيدي، وهذا ما بجنبه التاخير عن القاعه والحرمان دخولها في اليوم التالي. نعم نعم. ايضا بناشد اخواني اولياء الامور تخفيف من الضغط النفسي على ابنائنا الطلبه نعم، وايضا عدم زياده القلق والتوتر. الامتحان سيشير إن شاء الله كما سارت الدورات السابقة إن شاء الله على خير. جميع زملائنا في المركز والميدان والأجهزة الوطنية موجودة خدمة أبنائنا الطلبة نعم. إن شاء الله سيشير هذا الامتحان كما سارت السابقات بإذن الله. الله دورات سابقة بكل يسر وسهولة، ونأمل من الجميع التعاون مع وزارة التربية والتعليم وأيضا
عدم الالتفات للإشاعات حول مجريات امتحان الثانوية العامة. نعم. كل وسائلنا ومنصاتنا متاحة للإجابة عن أي سؤال. نعم. شكلنا غرفة عمليات كما أسلفت، وشكلنا لجنة إعلامية للإشراف على إدارة امتحان الثانوية العامة. أيضا إن شاء الله سيكون هناك لدينا رسالة يومية لإخواننا في وسائل الإعلام لتوضيح مجريات ذلك اليوم. نعم. وتعلم أخي منصاتنا على التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني جميعها متاحة أمام أبنائنا الطلبة وأخواننا. نعم. المواطنين. فيسيدي نأمل إن شاء الله أن تسير هذه الدورة بخير، وكل الشكر لكل من سيساند ويساند وزارة التربية والتعليم بإنجاح هذا الامتحان. نعم. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ وليد الجلاد، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح وعلى هذا التوضيح. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.